تعالوا الاول نبتدي نشوف المقادير بتاعه المكرونه اللي بالبتنجان. معانا ايه؟ معانا بتنجان. البتنجان ده روست، ده عباره عن ايه؟ بتنجان مكعبات، خدته وحطيت عليه زيت زيتون وملح وفلفل ودخلته الفرن، طلع كده مستوي كده. معايا ايه كمان؟ فلفل الوان، طماطم مجففه، طماطم عاديه او تشيري اللي موجود عندكم، معايا زيتون، ودي اضافة انا بحب ازودها، تقدروا تستغنوا عن لون من الاثنين وتكتفوا بواحد. معايا بصل وتوم، صلصة وتشيلي فليكس او شطة، ومعايا مية سلق المكرونة. انا معايا زيت، عندكم زيت عباد شمس شغال، زيت ذرة مفيش مشكلة، زيت زيتون احلى واحلى. خلاص دي تقريبا ايه، معلقة كبيرة. هبتدي انزل بالمكونات بتاعتي بالتدريج. يعني ايه؟ يعني زي ما بتعملوا اي وصفه، اول حاجه بتعملوها ايه؟ بنشوح البصله والتومه مع بعض، وبعدين ننزل ببقيه الخضار اهو. انتوا لو خدتوا بالكم الوصفه دي ما فيهاش بهارات تقريبا. ليه؟ لان هي فيها فليفرز كتير قوي، فيها اطعمه كتيره قوي جايه من كميه المكونات اللي فيها. البتنجان على فكرة من أنواع الخضار المغذية جدا، لو دخلناه في نظامنا الغذائي بصورة أسبوعية، يعني مرة في الأسبوع بتنجان، هيفرق جدا في صحتنا. بصوا بقى هنعمل ايه، ناخد الحاجات دي ننزل بيها واحدة واحدة. أول حاجة الفلفل الألوان، انتوا شايفين أنا مش عايزاهم يتهروا، أنا بس بشوحهم كده تشويحه بسيطه، انا عايزه لونهم يفضل فيهم، وعايزه القرمشه بتاعه الخضار احس بيها وانا باكل. خلاص دلوقتي بقى هنزل بالصلصه بتاعتي. هنزل بالبتنجان، الطماطم المجففة دي اختياري، لو مش متوفرة مفيش مشكلة. نزود بقى ايه؟ الالوان. زي ما قلنا كل ما بتزودوا الوان كل ما ايه؟ كل ما بزود قيمة غذائية. هنزل بقى بالتشيري توميتوز او الطماطم العادية. عايزه اقول لكم التشيري توميتوز دي بنستخدمها علشان الشكل يبقى احلى. دلوقتي هنزل بالمكرونة، اي ترتيب انتوا عايزينه، يا تنزلوا بالمكرونه الاول يا تنزلوا بالميه بتاعت المكرونه الاول. وايه لو عايزين ندمجهم كده مع بعض، نزود شويه من ميه المكرونه.